بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بداية الأسبوع وإن شاء الله بإذن الله يكون بداية موفقة وأسبوع مشرق بالانتصارات والألقاب والبطولات بالنسبة للنادي الأهلي على جميع الأصعدة خلال الفترة اللي جاية. النهاردة بالتأكيد مواجهة قوية جدا للنادي الأهلي أمام سان داونز، هي مباراة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا، ولكنها مباراة لا تقبل القسمة على سنين. الأهلي يحتاج إلى الفوز ولا بديل عن الفوز في هذه المباراة بالنسبة لبداية مشوار دور المجموعات، خاصة بعد الخسارة في اللقاء الأول أمام الهلال السوداني قبل أسبوع من الآن. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل مهمة، والنهاردة في أحداث ومباريات عديدة ما بين محلية وإفريقية، ونتمنى كمان التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني للشباب اللي عنده موقعة صعبة جدا أمام منتخب السنغال الساعة 7، وأيضا لا بديل عن منتخب مصر سوى الفوز من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي على الأقل كأفضل توالد خلال الفترة اللي جاية. نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي وسان داونز، وكمان ممكن مين يسجل الأهداف. شاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواجه سان داونز الليلة، وكمان الأهلي يعلن عن الراعي الخامس غدا. وفي الترند العالمي، شافي يسعى لضم محمد صلاح لبرشلونة. يا ريت والله تبقى خطوة جديدة ومشوار جديد في الدوريات الأوروبية بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح، خاصة بعد النتائج السيئة في ليفربول خلال العام الجاري. طيب نروح بقى لاستعراض مباريات اليوم النهاردة في جولة كبيرة جدا من المباريات المحلية والإفريقية والأوروبية. نبدأ مع بعض باستعراض مباريات دوري أبطال إفريقيا، والنهاردة استئناف الجولة الثالثة. منذ قليل انتهت مباراة فيتا كلاب الكونغولي أمام شبيبة القبائل الجزائري، ونتيجة مفاجأة، فز بطل الكونغو الديمقراطية بهدف مقابل لا شيء. الساعة 6 في مباراتين، الترجى هيواجه الزمالك على ملعب رادس، وفايبرز الأوغندي هيواجه سيمبا التنزاني. في السهرة النهاردة قمة المباريات وديربي الشمال والجنوب ما بين الأهلي وسان داونز الساعة 9 مساء على ملعب السلام. نروح لمباريات اليوم أيضا في كأس الأمم الإفريقية للشباب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى. مصر تستضيف السنغال الساعة 7، وفي نفس التوقيت موزمبيق تواجه نيجيريا. طيب نروح للدوريات الأوروبية، الدوري الإنجليزي، والنهاردة في 4 لقاءات في توقيت واحد. إيفرتون بيستضيف أستون فيلا، ليدز يونايتد بيستضيف ساوثهامبتون، ليستر سيتي بيستضيف أرسنال، ويست هام يونايتد بيستضيف نوتنغهام فورست. الساعة 7:30 بورنموث بيستضيف مانشستر سيتي، والساعة 10 إلا ربع كريستال بالاس بيستضيف ليفربول. نروح للدوري الأسباني، ومنذ قليل انتهت مباراة إسبانيول وريال مايوركا بفوز إسبانيول بهدفين مقابل هدف. الساعة 5:15 قادش بيستضيف رايو فاليكانو، والساعة 7:30 ديربي مدريد كلاسيكو مدريد ما بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو. الساعة 10 من مساء اليوم فالنسيا بيستضيف ريال سوسيداد. دي كانت جولة من المباريات الإفريقية والأوروبية، زي ما قلت لحضراتكم يوم يعني مزدحم بالمباريات، لكن بالطبع أهم مباراة بننتظرها كلنا ماتش الساعة 9 ما بين الأهلي وسان داونز. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع فقرة الأخبار والكواليس والمعلومات وأبرز الانفرادات النهاردة في المباريات الإفريقية، وهنتكلم كمان عن مباراة الأهلي وسان داونز، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة مباراة الأهلي وسان داونز، ودي مباراة لا تقبل القسمة على اتنين. بالمناسبة البعض ربط فكرة فوز الهلال السوداني على القطن الكاميروني إنها مباراة خلت مباريات الأهلي كلها مباريات كؤوس. بصوا يا جماعة، الأهلي يعني صاحب الرصيد الأعلى من الألقاب الأفريقية والقارية، ويمكن فاز بدوري أبطال إفريقيا في يعني آخر ثلاث نسخ. الأهلي وصل ثلاث نهائيات، فاز بنسختين وخسر النسخة الأخيرة. فمش محتاجين نطلع نتكلم على فكرة إن الأهلي محتاج إيه في البطولة. أنا امبارح حضرت المؤتمر الصحفي، وكنت حريص إن أحضر المؤتمر ليلة المباراة عشان أسمع كولر وأسمع محمد الشناوي، وكمان أشوف الكوتش رولاني ميكوينا المدير الفني لسان داونز، كل واحد بيفكر إزاي في المباراة، خاصة إن المؤتمر جه
عقب مباراة الهلال والقطن الكاميروني بعدها بساعة. فكده كده الأهلي لما بيلعب في دوري أبطال إفريقيا وعنده دور المجموعات 3 مباريات على أرضه، ألف ب أنت داخل 9 نقط المفروض على أرضك لا بديل عن الفوز، بغض النظر عن المنافسين عملوا إيه في المباراة بتاعتهم. يعني أنت تبدأ تتكلم على فكرة إن الهلال كسب القطن الكاميروني، فبالتالي الأهلي مطالب إن يفوز على القطن في الكاميرون. ولكن المباريات اللي بنلعبها على أرضنا مش محتاجة إن احنا نتكلم على الحماس والدفعة المعنوية واجتماعات اللاعبين وحديث الجهاز الفني. أنت طبيعي بتنافس على البطولة وبتلعب دوري مجموعات، عندك 9 نقاط على أرضك، لازم إن شاء الله بإذن الله، يعني كل شيء بإذن الله، بس طبيعي تنزل عشان تكسب الـ3 مباريات. النهاردة أولى المباريات، مباراة سان داونز، بعدها بأسبوع يوم السبت المقبل 4 مارس مباراة القطن الكاميروني. دول 6 نقاط على أرضك، تكسب إن شاء الله تبقى دي البداية والانطلاقة وتحط رجلك في دور المجموعات. بعد كده عندك مباراتين خارج أرضك، هتلعب مع سان داونز يوم 11 مارس يوم السبت، وهتلعب مع القطن الكاميروني في جروة يوم 17 مارس وهيوافق يوم جمعة. دول مباراتين بره أرضك، أنت لما تاخد 6 نقط على أرضك في المباراتين الجايين، وبعد كده عندك مباراتين بره أرضك، أدي بتتكلم في 4 نقط، يبقى 10 نقط. بتستنى بعد كده الهلال يجيلك، تكسب الهلال يبقى إن شاء الله 13 نقطة تأهلت، فبالتالي الأمور في إيدك، وأنت لسه أساسا عندك 5 ماتشات. فأنا إمبارح شفت السوشيال ميديا كلها بتتكلم على فكرة لا بديل للأهلي سوى الفوز على سان داونز. ما هو يا جماعة طبيعي الأهلي هيلعب مع سان داونز، أكيد لا بديل ليه سوى الفوز على سان داونز، حتى لو دي أول مباراة في دور المجموعات، لأن أنت 3 مباريات على أرضك لازم تكسب الـ9 نقط. ولكن السوشيال ميديا أحيانا من خوفها وحرصها على إن الأهلي لازم يكسب، التون شوية بيبقى عالي، وده ممكن لا قدر الله ينعكس بشكل سلبي. فأتمنى الناس تتعامل مع المباريات الإفريقية بفكرة إن أنت فريق بطل، أنت فريق واصل 3 نهائيات، عندك لعيبة عندهم خبرات، فخلي عندك ثقة واشتغل على الدفعة المعنوية، مش فكرة اللي احنا نصدر فكرة اللي احنا نازلين مباراة خسرنا اتعادلنا يبقى خرجنا. يا جماعة الأهلي طبيعي ينزل في مباراة على أرضه إن شاء الله هيحاول يكسب ويسعى للمكسب. اللي حصل الموسم الماضي لما خسرنا من سان داونز ذهابا ايابا، مع ذلك الاهلي تاهل من المجموعه، اكيد مش هيتكرر السنه دي، والفريق بيشتغل على فكره عدم تكرار اخطاء العام الماضي. والاهلي مع كولر في المستوى الفني ظاهر بشكل كويس، وكمان المشاركه في المباريات الفتره الاخيره ما بقاش عندك توقع مين اللي هيبدا في التشكيل الاساسي، اكتر من 22 لاعب كلهم جاهزين في الماتشات خلال الفتره الاخيره، وبالتالي إن شاء الله النادي الأهلي النهاردة يقدر يعمل مباراة كبيرة، يكسب أيا كانت النتيجة، 1-0 زي 3-0 زي 2-0 أو حتى زي 3-2 أو 2-1، المهم تكسب وتحقق الـ3 نقاط، لأن القطن جاي لك يوم السبت المقبل، فعندك إن شاء الله فرصة إن أنت تعمل 3 نقاط أخرى. قدامنا على الشاشة على فكرة ده تدريب الأهلي الرئيسي على ملعب التتش، وطبعا شايفين الشكل الملعب بعد المرحلة الأولى من التطوير اللي تم على نجيلة الملعب وأرضية الملعب. قدامنا حراسة المرمى، هو مصطفى شوبير موجود في التدريبات الجماعية مع الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، وإن شاء الله كمان لما نروح للأوتيل ونشوف أخبار الفريق هنعرف من زميلنا فاروق صلاح آخر استعدادات الفريق وآخر الترتيبات الخاصة بالفريق. ولكن قبل ما أدخل بقى في تفاصيل المؤتمرات الصحفية واللي اتقال في مباراة الأهلي وسان داونز حتى بالأمس من الجهاز الفني للأهلي أو الجهاز الفني لفريق سان داونز، عايز أقول خبر مهم جداً، وده خبر متعلق بالأطقم التحكيمية اللي تم تعيينها صباح اليوم من قبل الاتحاد الإفريقي. دايما انتم متعودين مننا الحمد لله أول ما بيكون في تعيين لمباريات الأهلي أو مباريات المنتخب الوطني الأول أو الشباب أو الأولمبي، أي تصفيات خاصة بالكرة المصرية، بيبقى عندنا هنا السبق وبنعلن كل أسماء الأطقم التحكيمية اللي بيتم إسناد ليها المباريات. طيب مباراة الأهلي وسان داونز إن شاء الله الجولة الرابعة، ودي هتتلعب يوم 11 مارس في بريتوريا على ملعب لوفتس. يمكن الملعب ده الأهلي ما لعبش عليه مع سان داونز أعتقد يعني آخر 7-8 سنين، كان دايما الأهلي بيلعب في بريتوريا في ملاعب أخرى، أو كان بيتنقل في جوهانسبرج بيلعب مثلا في سوكر سيتي أو في ملاعب تانية، لكن ملعب لوفتس اللي لعب عليه سان داونز مع الهلال أعتقد من فترة طويلة الأهلي ما لعبش على الملعب ده. يمكن السنة دي الاتحاد الإفريقي سمح لسان داونز باللعب عليه، فده هيكون مسرح مباراة سان داونز والأهلي يوم السبت 11 مارس، وتقرر تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة هذه المباراة. هذا الطاقم هو الطاقم الذي أدار مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في بداية دور المجموعات يوم 10 فبراير
في أوائل هذا الشهر. الطاقم السنغالي مكون من عيسى سا حكم ساحة، ملك حج صامبا حكم مساعد أول، نوح بنجورة حكم مساعد ثاني، عبد الله ديوف حكم الرابع. طبعا كلنا عارفين مفيش تقنية الفيديو، حكم تقنية الفيديو المساعد مش موجودة في دور المجموعات، فبالتالي هيكون ده طاقم تحكيم مباراة الأهلي وصن داونز، طاقم تحكيم سنغالي. يمكن لجنة الحكام الفترة الأخيرة بعد اعتزال عدد من الحكام الكبار والخبرة ابتدت تدفع بالصف الثاني. عيسى صا كان دايما بيجي حكم رابع مع ماجيت نضاي، يعني المساعد الأول ملك حج صامبا ونوح بنجورة دايما موجودين مع ماجيت نضاي. دلوقتي شفنا عيسى صا بيبدأ يدخل في المباريات مع ماجيت نضاي، وكان بيدير مباراة بلوزداد والزمالك في القاهرة، وتم إسناد ليه مباراة صن داونز والآن. حكام الصف الثاني لسه محتاجين وقت ولسه محتاجين خبرات، مع عدم وجود تقنية الفار أكيد ده عامل أزمة كبيرة في نتائج الماتشات. كلنا امبارح شفنا أخطاء يعني فادحة في مباريات دوري أبطال إفريقيا، نتمنى الأمر ده ما يتكررش سواء النهاردة أو حتى يوم 11 مارس. بالمناسبة النهاردة حكم الأثيوبي زي ما أعلنا من فترة طويلة هو اللي هيدير مباراة الأهلي وصن داونز، الحكم الأثيوبي بمملكة سيما من حكام الخبرة، 43 سنة أو 44 سنة يعني أعتقد آخر سنة ليه في القائمة الدولية، عنده خبرات كبيرة، لكن نتمنى أن يكون موفق. يعني في بعض الأحيان كده بتبقى ليه صفرة غريبة شوية، لكن من الحكام الصفة والنخبة، ما راحش كأس عالم الأخيرة في روسيا، فنتمنى النهارده يكون حكم موفق وهو تقرر لنفس يعني الأطقم التحكيمية اللي كانت موجودة في الفترة السابقة برضه بمملكة سيما من الحكام اللي أداروا مباراة الأهلي وصن داونز في القاهرة في الفترات الأخيرة. طيب الجولة الخامسة، القطن الكاميروني هيستضيف الأهلي يوم الجمعة 17 مارس الساعة 6 مساء على ملعب أحمدو أهيجو في مدينة جروة. كلنا عارفين طبعا هذا الملعب اللي استضاف مباراة مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون، ده اللي هيستضيف مباراة القطن الكاميروني والأهلي، والأهلي سبق كتير حتى لعب على الملعب ده، لكن قبل ما يتم تطويره وصيانته قبل أمم إفريقيا، ولعب مع القطن الكاميروني في مباريات عديدة، ودايما الأهلي بيرجع بنتائج إيجابية من مدينة جروة. طيب تم تعيين طاقم تحكيم كيني لإدارة هذه المباراة، برضه طاقم تحكيم كيني يعني ما عندوش الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه المباريات الكبرى، ولكن نتمنى التوفيق لهذا الطاقم. الطاقم مكون من بيتر ويرو حكم ساحة، الحكم الكيني بيتر ويرو هو الحكم هذه المباراة، معاه مساعد أول جيلبرت كيبوشي مساعد أول، المساعد الحكم الثاني صامويل كيرا، والحكم الرابع ميميسيا نيجورا، الحكم الرابع الكيني اللي هيدير أو يكون موجود حكم رابع في هذه المباراة، طاقم تحكيم كيني بالكامل لمباراة القطن الكاميروني والأهلي، وبالتالي طاقم سنغالي في الجولة الرابعة في بريتوريا، وطاقم تحكيم كيني في الجولة الخامسة في مدينة جروة، وإن شاء الله الأهلي يروح للمواجهتين دول وهو محقق 6 نقاط عشان يتفادى أي مفاجآت في المواجهات الجاية. طيب ده كده الحديث عن مباراة الأهلي النهاردة، واتكلمنا عن طاقم تحكيم المباراة. المؤتمر الصحفي، اللافت للنظر بالنسبة لي في المؤتمرات الصحفية امبارح، أولا مارسيل كولر اتكلم على فكرة ما ينفعش اتكلم على التشكيل أو من المستبعدين دلوقتي في ظل إن لسه باقي 24 ساعة على مواجهة صن داونز، أحاول قدر الإمكان أأخر التشكيل. دي وجهة نظر وفلسفة كولر دايما اللي كنا بنتكلم عليها لما الناس كانت بتقول هو الأهلي ما بيعلنش القايمة ليه. النهارده هتسمعوها صوت وصورة من كولر في المؤتمر الصحفي. الشناوي كمان لما الناس سألته على إنك توعد جمهور الأهلي بالبطولة برضه ما يعني قال إحنا لسه في بداية البطولة يا جماعة، بعد بداية المباريات والبطولة إن شاء الله نبدأ نتكلم على الأدوار النهائية وإن شاء الله الأهلي يذهب بعيدا، ودايما إحنا من غير ما نوعد جمهور الاهلي عارف ان احنا بننافس على اللقب. كمان الكوتش رولاني مكوينا المدير الفني لصن داونز كان ليه كلام مهم جدا بخصوص مباراه الاهلي النهارده، هعلق عليها وهتكلم عليها، ولكن نروح الاول نسمع كولر قال ايه، ونسمع كمان محمد الشناوي قال ايه، ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نعلق على المؤتمرات الصحفيه، وكلام مهم جدا كمان هقوله على تقييم رولاني لمباراه اليوم والمفاجات اللي بيحضرها لمواجهه الاهلي النهارده على ملعب السلام. نخرج نتابع المؤتمرات الصحفية. احنا قدامنا مباراة صعبة جدا بكرة قدام فريق قوي جدا فريق صن داونز. احنا حضرنا للمباراة ونتمنى ان شاء الله ان تحضيرنا للمباراة يكون موفق بكرة ان شاء الله. لسه قدامنا 5 ماتشات يعني 15 نقطة يمكن ان احنا نحصل عليهم ان شاء الله، بالتأكيد ان الواحد بيكسب الماتش اللي على ارضه
ده اللي احنا هنحاول نعمله بكره. Wenn ich ihm schon erzählen würde, wie wir بالتأكيد لو انا قلت دلوقتي اي حاجه على طريقه اللعب او التشكيل اكيد فريق صن داونز بيتفرج على المؤتمر الصحفي ده دلوقتي، فانا بدي لهم معلومات على طبق من ذهب. بالتاكيد من خبراتي ان الافضل ان المنافس يعرف تشكيلي وطريقه لعبي ممكن قبلها بساعه قبل المباراه، واحاول اتاخر المعلومه قدر الامكان، لكن لما المنافس بيحصل على المعلومات دي يوم كامل قبل المباراه يقدر يتحضر بيها ويجهز بيها، فبالتاكيد ده مش صح. هم اولا لعبوا ماتشين بالفعل في الشامبيونز ليج يعني في دوري الابطال، خدوا خبرات بقى لهم ماتشين اغلب اللعيبه. نقطه ثانيه ان النادي نفسه نادي صن داونز عنده تاريخ في البطوله وعنده خبرات كبيره في البطوله دي، والتشكيل الاساسي او القوام الاساسي بتاع الفريق تقريبا هو من الفتره اللي فاتت، مش كل العناصر جديده. بيبقى في صعوبات لما في عنصر او اثنين بيبقى جاي من بلاد مختلفه، لكن هم عندهم خبرات في البطوله دي ان هم يقدروا يخشوا او يجمعوا الخبرات دي، خصوصا النادي نفسه عنده خبرات كبيره. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا بكره نكون في كامل تركيزنا، وان احنا نظهر قوتنا بكره وشخصيتنا، وان احنا نظهر احسن ما عندنا عشان ناخد الثلاث نقط. من الخبرات عنصر الخبره بيبقى ممكن يساعد لو احداث المباراه نفسها، لما المباراه تبقى ماشيه ممكن عنصر الخبره يفرق في بعض احداث المباراه، لكن مش هو اللي بيرجح كفه الفرقه عن فرقه بشكل كامل. احنا طبعا بنحضر المباراه، طبعا احنا عارفين المباراه بكره مباراه قويه جدا بين فريق قوي احنا عارفينه كويس، لان الفترة اللي فاتت كل مرة بيبقى معانا في المجموعات. طبعا الفرقة عارفة أهمية المباراة، وإن شاء الله احنا زي ما الكوتش قال احنا محضرين المباراة كويس جدا، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ومعانا التوفيق. أكيد طبعا احنا خلاص مباراة الهلال احنا عديناها بعد المباراة على طول، احنا قعدنا مع اللعيبة واتكلمنا خلاص مع اللعيبة الكبار اللي موجودة، وبعدها على طول كنا احنا بنحضر ماتش السودان ماتش اسوان، واحنا الحمد لله دخلنا على طول ماتش اسوان وجهزنا ماتش اسوان وطلعنا الحمد لله بمكسب. الفتره دي عدت خلاص، احنا دلوقتي بنفكر في ماتش بكره، واللعيبه كلها مركزه وكلها عارفه اهميه المباراه بتاعه بكره. اكيد ضغط المباريات موجود، بس احنا بقالنا داخلين دلوقتي في ثالث سنه متعودين على ضغط المباريات. الفتره اللي فاتت بقالنا دي ثالث سنه احنا خلاص اتعودنا على كده، واللعيبه بقت عارفه الضغط المباريات، واحنا دلوقتي بنحضر لكل مباراه ونقدر نعمل الكفر كويس. اللعيبه كلها عارفه الفتره اللي فاتت كميه الماتشات اللي عندنا، كلنا الفرقه دلوقتي محضره نفسها وبنشتغل مع الجهاز الفني ونحضر لكل مباراه، يعني خلاص اتعودنا على الموضوع ده بشكل كبير يعني. واللعيبه دلوقتي بقى عندها خبره كبيره جدا من المباريات ديت والضغط الايام كل الفتره اللي فاتت، عشان كده احنا خلاص اتعودنا. الفتره اللي فاتت كان في شويه عصبيه، بس يعني كل ماتش له ظروفه يعني، تمام. بس في الاول وفي الاخر احنا كمنظومه في النادي الاهلي احنا متعودين على طول الهدوء، واللعيبه عارفه الكلام ده كويس، بس مش انا اللي بقول الكلام ده، اكيد كوتش موجود بيتكلم والكابتن سيد موجود بيتكلم، مش انا لوحدي يعني اللي بيتكلم. خلاص الفترة الجاية احنا بس مركزين في شغلنا بس كل ماتش له ظروفه يعني، ما اكيد ان شاء الله ما فيش الكلام ده يحصل ده. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب بتكلم بالتأكيد على فريق صن داونز. فريق صن داونز من الفرق اللي تقدر تقول بتلعب كرة قدم مختلفة شوية عن الفرق الإفريقية، ليه طريقة لعب ثابتة من الفرق اللي موجودة بشكل أساسي في الأدوار النهائية. فريق صن داونز كمان من افضل الفرق اللي لعبت في الجوله الاولى او الثانيه في دوري ابطال افريقيا، يمكن الفرق او من الاقل الفرق اللي عملت ست نقط، ما فيش غيره هو والرجاء وفريق الترجي التونسي. ولكن امبارح رولاني مكوينا المدير الفني لفريق صن داونز اتكلم في نقاط مهمه جدا. اولا الناس سالته على حاله الاجهاد اللي ممكن بيتعرض لها الاهلي في الفتره الاخيره، فهل ممكن تكون في صالحك في هذه المباراه؟ رد اجابه قال في حد ذات الموضوع ده بالنسبه للناحيه البدنيه أنا مش هقدر أتكلم على إن الأهلي مجهد ولا مش مجهد، لأن أنا ما عنديش الأرقام الخاصة بفريق النادي الأهلي أو الأمور الفيزيائية الخاصة بالنواحي البدنية للاعيبة النادي الأهلي، فبالتالي مش هقدر أقيم هل في إجهاد عند لاعيبة الأهلي في الفترة الحالية ولا لأ. لكن اسألوني عن النواحي الفنية، وأول ما الناس سألته عن النواحي الفنية بدأ يتكلم عن الأهلي من أول حراسة المرمى لغاية رأس الحربة، واتكلم على وجود مروان عطية أو أليو ديانج، وجود علي معلول أو محمد أشرف، وجود هاني أو خالد عبد الفتاح،
اتكلم على دخول وافد جديد في نص الملعب زي مروان عطيه في الفتره الاخيره، اتكلم على قدرات محمد عبد المنعم، اتكلم على الشناوي كحارس خبره، الى ان وصل الى بيرسي تاو. ويمكن بيرسي تاو من اللعيبه اللي يعني في فتره وجوده في سان داونز كان من اقرب الناس ليه، المدير الفني الحالي لفريق سان داونز كوتش رولاني. فبالتالي كمان اتكلم على بيرسي تاو، واتكلم على محمد شريف، واتكلم على كهربا. فالراجل من الناحيه الفنيه مش هقول متابع، لا ده حافظ، حافظ كل كبيره وصغيره عن النادي الاهلي، لدرجه امبارح بقول لك يعني بقول لحضراتكم وهو بيتكلم على تشكيل الاهلي سمع التشكيل من اول حارس المرمى لغايه راس الحربه في حوالي 5 دقائق بدون ما اي حد يقطع او حتى يعني يبان ان هو مش فاكر اسم لاعب، لا حافظ يعني بشكل كبير جدا، وكان النادي الاهلي معاه يوميا في المتابعه بخصوص التحضير للمباراه. من المفاجات اللي اتكلم عليها امبارح المدير الفني لسان داونز ان هو كان باعت حد السكاوتنج يحضر مباراه الهلال والاهلي في السودان، وقال دايما احنا بنعتمد على فكره المتابعه للفرق المنافسه في كل المباريات من ارض الملعب مش شرايط بس. قال كان في وفد موجود في المغرب، واحنا قلنا ده قبل كده، كانوا موجودين في المغرب في كاس العالم للانديه عشان يتابعوا الاهلي، نفس الامر تكرر في مباراه الهلال والاهلي الاسبوع الماضي في السودان، كان كمان في حد من السكاوتنج موجود بيتابع مباراه الهلال والاهلي من ارض الملعب. طيب امبارح رولاني مكوينا اتكلم في نقطه مهمه جدا، قال ما حدش يكلمنا عن سيرينو او الحرس القديم اللي موجود في فريق سان داونز او حتى على مستوى حراسه المرمى كينيدي مويني او دينيس انيانجو. قال الفريق فيه عناصر شابه جديده، قال فريق سان داونز السنه دي بيقدم لاعب جديد اسمه كاشاش مويلا، ده اللاعب رقم 33 مواليد 2001، يعني بنتكلم لاعب صغير في السن عنده 21 سنه. قال هذا اللاعب من اكاديميه سان داونز، لاعب نشأ وبدأ في أكاديمية نادي سان داونز وصعد لغاية الفريق الأول السنة دي والسنة اللي فاتت، لكن السنة دي بيلعب بشكل أساسي على حساب سيرينو. قال كمان عندنا اللاعب رقم 11 برافو، عندنا الحارس ويليامز بندفع بيه في هذه البطولة بعد ما كان السنة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كان موجود دينيس إنيانجو أو كينيدي موينيا. وقال عندنا 4 حراس مرمى كلهم على مستوى عالي، فعدم وجود دينيس إنيانجو أو عدم وجود كينيدي مويني مفيش أزمة بالنسبة لنا، ويليامز موجود ولعب في المباراتين اللي فاتوا وعنده خبرات، حتى لما لعب السنة اللي فاتت أصيب، لكن حارس من الحراس اللي موجودين معانا دايما في البطولات الإفريقية. لو بصيتوا على قائمة سان داونز يمكن دخل فيها 2-3 لعيبة جداد، أبرزهم طبعا كاشاش مويلا رقم 33، لكن كمان في أحمد أبو بكر، ده لاعب مغربي لكن مش موجود مع سان داونز في القاهرة، مصاب فمش موجود مع الفريق. بنتكلم بقى على العناصر الأساسية الثابتة، بيتر شالوليلي ده راس الحربة الأساسي، المهاجم النبيبي، في مكوينا، في ليبوسا، في سيرينو، في أندي جالي، كيكانا ومورينا، دول أبرز اللعيبة اللي موجودين في فريق سان داونز واللي لعبوا قبل كده في مباريات عديدة أمام النادي الأهلي. كان مهم جدا أرصد لحضراتكم إيه اللي تم في المؤتمر الصحفي بخصوص تصريحات رولاني عن استعداد سان داونز لمواجهة الأهلي، وما اتكلمش بقى على فكرة إن هو عايز يكسب أو جاي يتعادل، قال لك أنا جاي ألعب مباراة قدام النادي الاهلي. طيب قدامكم على الشاشه دي كواليس خاصه وحصريه لفريق النادي الاهلي في فندق الاقامه وعلى الهواء مباشره عشان تعرفوا اخر الاخبار وكل التطورات الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي. يمكن في هذه الاثناء وانتم شايفين هذه اللقطات على الهواء، الشناوي، مارسيل كولر، طبعا الجهاز المعاون لمارسيل كولر، هم دلوقتي رايحين لتناول وجبه الغداء، ده ميعاد وجبة الغداء حوالي الساعة 5:30، ضمن كمان خالد عبد الفتاح ومحمد مجدي أفشة، وإن شاء الله بإذن الله تكون استعداد جيد إن شاء الله. ضمن كمان محمد أشرف الظهير الأيسر اللي تم الدفع به في مباراة أسوان، ظهر بشكل طيب وكويس. فكرة الروتيشن والتدوير اللي عامله مارسيل كولر، مروان عطية، محمود متولي، إن شاء الله كمان. أنت عارف بقى دلوقتي اللي بيتفرجوا وبيتابعوا اللقطات دي ماسكين بقى ورقة وقلم، اكتب يا سيدي، موجود اهو قدامنا محمد هاني، موجود خالد عبد الفتاح، موجود مروان عطيه، موجود بيرسي تاو، فيبداوا ايه يعلموا على الاسماء اللي موجوده، واول ما يلاقوا اسم مش موجود يقول لك بس هو ده اللي بره القايمه. يعني دي الطريقه الوحيده اللي ممكن تتعرف من خلالها على قايمه الاهلي قبل ميعاد المباراه بحوالي 2 أو 2.5 ساعات. قدامنا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره والامور الاداريه والضبط والربط اللي موجود داخل المعسكر بشكل دائم. بيرسي تاو النهارده يعني مباراه خاصه لبيرسي تاو امام زملائه في سان داونز. ياسر ابراهيم مدافع فريق النادي الاهلي يمكن تم اراحته في المباراه السابقه، والنهارده ان شاء الله كمان هيكون موجود ضمن قائمه الاهلي استعدادا لمواجهه سان داونز. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه لفريق النادي الاهلي. علي لطفي كمان قدامنا،
حارس مرمى النادي الاهلي، وكمان موجود الشناوي ومصطفى شوبير، محمد عبد المنعم اهو. ويمكن امبارح رولاني مكوينا اتكلم على محمد عبد المنعم بشكل خاص، قال لاعب بروميسنج، لاعب واعد قوي بيلعب بشكل كويس. اتكلم كمان على اليو ديانج، قال من اللاعبه المهمه والمميزه في خط وسط النادي الاهلي. اتكلم على محمد شريف، وكان واخد باله كمان من فكره ان شريف الفتره الاخيره يعني ساعات في مباريات موفق فيها وساعات مباريات مش موفق فيها. فانا بقول لكم فريق صن داونز مذاكر الاهلي كويس جدا جدا. كمان قدامنا علي معلول، مصطفى شوبير، وده اول معسكر لمصطفى شوبير في المباريات الافريقيه بعد العوده من الاصابه. الحمد لله على السلامه يا درش، ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي جاهز وبيحضر بشكل كويس جدا لهذه المباراه. زي ما انتم شايفين طبعا دي هذه اللقطات الخاصه من فندق الاقامه قبل يعني دخول الفريق للمطعم لتناول وجبه الغداء. وجبه الغداء المفروض دلوقتي حوالي الساعه 5:30، وفي محاضره كمان هتبقى للفريق، وان شاء الله التحرك هيكون في حدود حوالي الساعه 7:30 او 7 قبل ميعاد المباراه بساعتين، عشان الفريق يكون موجود في ملعب السلام الساعه 7:30. اسيبكم بقى طيب مع الكواليس، ونطلع من الكواليس على فاصل، وبعد الفاصل نرجع نشوف ترند الاهلي وابرز الفقرات اللي معانا في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي، ونشوف اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا قبل ساعات قليله جدا من مواجهه صن داونز الليله. نبدا مع بعض ترند الاهلي وحساب يلا كوره، والبدايه بحثا عن اول 3 نقاط. الاهلي يتحدى صن داونز تحت شعار الثار في ديربي افريقيا. الاهلي صن داونز دوري ابطال افريقيا 9 مساء، والتوقيت او القناه الناقله للمباراه. طبعا اول 3 نقاط للاهلي وتحت شعار الثأر في ديربي افريقيا ما بين الشمال والجنوب في هذه المواجهه الصعبه. قدامنا طبعا صوره رائعه جدا لمستر مانويل خوزيه وهو بيتكلم على الكاف شامبيونز ليج دوري ابطال افريقيا، والمواجهه اللي هتبقى صعبه النهارده بالتاكيد بالنسبه للنادي الاهلي. وبالتاكيد هو طبعا مانويل خوزيه والربط كمان مع مارسيل كولر في هذه الصوره، لكن ان شاء الله باذن الله تكون سعي قوي جدا من مارسيل كولر لاضافه بطوله جديده ليه هو على المستوى الشخصي وللنادي الاهلي كلقب ال11 في دوري ابطال افريقيا. الوطن سبورتو بيقولوا عاجل، كولر يستقر على استبعاد نجم الاهلي امام صن داونز، والحديث هنا على استبعاد عمرو السوليه لعدم جاهزيته بشكل كامل بعد الاصابه اللي لحقت به في عضله السمانه. طيب السوليه اكيد يعني رجع للتدريبات بعد مباراه اسوان، لكن الوقت ما بين مباراه اسوان ولقاء صن داونز بنتكلم في 48 ساعه. اكيد ما كانش لسه في جاهزيه لعمرو السوليه عشان يكون موجود في مباراه النهارده، مباراه قويه جدا. في تفاصيل اكتر بخصوص استعداد الاهلي لمباراه صن داونز، وهنتكلم على كمان عمرو السوليه وازاي الجهاز الفني بيحضر لمباراه النهارده. كل ده هنعرفه من خلال زميلنا فاروق صلاح اللي موجود حاليا في فندق اقامه فريق النادي الاهلي، وقبل تحرك الفريق بساعه ونص الى ملعب السلام. فاروق مساء الخير عليك. برحب بك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واسمح لي يا محمد في البدايه طبعا اقول لك كل سنه وانت طيب وعام سعيد في حياتك ان شاء الله. حبيبي يا فاروق، يكون مليء بالنجاح والسعاده باذن الله يا محمد. الله يخليك، متشكر جدا يا فاروق. طيب عايز اتكلم معاك على الاستعداد، وكان النهارده اهم المانشيتات والسوشيال ميديا بتتكلم على خروج عمرو السوليه من القايمه بسبب عدم الجاهزيه. طمني على الفريق، الحاله الفنيه، الحاله المعنويه، كيف يفكر الجهاز الفني في مباراة اليوم، خاصة كمان ولا بديل أمامك سوى الفوز في لقاء النهاردة ولقاء القطن يوم السبت المقبل؟ يعني خليني أكد على كلامك، بالفعل يا محمد مباراة صعبة جدا، مباراة في غاية الصعوبة، واحدة من الأهم المباريات في مشوار النادي الأهلي هذا الموسم هي مباراة صن داونز اليوم على استاد الأهلي السلام اللي هتكون في تمام الساعة 9. مباراة طبعا بيزيد من صعوبتها ان هي مواجهة اصبحت متكررة خلال السنوات الماضية ما بين الأهلي وصن داونز. خلاص انت عارف والجميع عارف ان الفريقين كتاب مفتوح لكل الجميع، النادي الأهلي وبالنسبة لماميلودي صن داونز مواجهة متكررة، دي بتزيد من صعوبة اللقاء. ايضا موقف النادي الأهلي طبعا محمد ان فريق ماميلودي صن داونز حقق الانتصار في اول مواجهتين بست نقاط، وايضا فريق الهلال السوداني اللي عنده 6 نقاط
مباراه بتزيد من صعوبه هذه المواجهه. ايضا في ظل ضغط المباراه زي ما نقول في خلال 48 ساعه الاهلي بيلعب بيجي من اسوان بيستعد لهذه المباراه. قبل ما نتكلم طبعا على تفاصيل هذه المباراه واستعدادات النادي الاهلي يا محمد، عايز اطمنك بالفعل عمرو السوليه كان يعني خلاص كان تم استبعاده طبعا في الفتره الاخيره ونزل التدريبات، ولكن فضل الجهاز الفني والجهاز الطبي ان هو يريحهم النهارده من مباراه الاهلي وصن داونز، لكن هيكون جاهز باذن الله لمباراه الاهلي القادمه بمشيئه الله امام فريق الداخليه. طبعا بينضم طبعا عمرو السوليه الى مجموعه الغيابين سواء برونو سافيو، شادي حسين، رامي ربيعه، محمد فخري واحمد نبيل كوكا، مجموعه اللاعبين الغائبين عن هذه المباراه. استعداد بقى وتحضير النادي الاهلي ومستر مارسيل كولر بيفكر في هذه المباراه ازاي؟ خليني بقول لك يا محمد ان كل كلام مستر مارسيل كولر بعد انتهاء مباراه اسوان التركيز على مباراه ماميلودي سان داونز، وطبعا الفريق كان استعد لهذه المباراه وادى تدريبات على مدار الايام الماضيه. كل تمرينه كان مستر مارسيل كولر بيعقد محاضره مع اللاعبين، اتكلم على الدوافع النفسيه وبياكد على امر مهم جدا التركيز، ودي من النقاط المهمه جدا، طالب اللعيبه بالتركيز على مدار ال 90 دقيقه، استغلال انصاف الفرص. قال المباراه طبعا يعني عرب بعض الفرص اللي اهدرها النادي الاهلي في الشوط الاول من مباراه الهلال السوداني، وقال للاعبين كان من الممكن هذه الفرص تغير شكل وسير المباراه، وهذه المباريات مباراه الفرصه الواحده. اكد على اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص، اكد على اللاعبين ضروره التركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه 90، واكد على امر مهم جدا ضروره اسعاد جمهور النادي الاهلي. اشاد طبعا بوجود جمهور النادي الاهلي ودافع كبير جدا للاعب النادي الاهلي وجود جماهير النادي الاهلي في استاد الاهلي والسلام، اللي ان شاء الله النهارده نامل انها تكون كلمه السر النهارده جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتكون الرهان، تصميمهم ومساندتهم واصرارهم اللي يكون واصل للاعب النادي الاهلي واللاعبين يوصلوا لهذا الامر في اي ارض الملعب. ان شاء الله يحقق الاهلي الانتصار وتكون اول ثلاث نقاط في مشوار النادي الاهلي نحو الاميره السمراء باذن الله. محمد، طيب نقطه كده في الكواليس، اكيد كولر يا فاروق ركز على فكرة المواجهة السابقة اللي ما بين الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا العام الماضي، وأكيد فكر واتفرج على مباراة الذهاب والعودة عشان يشوف الأهلي إزاي فقد نقاط في هذه المواجهة عشان ما تتكررش نفس الأخطاء، في ظل إن كمان قائمة الأهلي أو قائمة صن داونز ما اتغيرتش كتير، ممكن تتكلم في إضافة عنصر أو اتنين أو تلاتة على التشكيلة اللي تمت بالمقارنة بتشكيلة العام الماضي. أكيد ده حصل يا فاروق من خلال متابعتك وقربك للجهاز الفني. يعني خليني اقول لك يا محمد ان مستر مارسيل كولر مش اتفرج على مباراه اللقاءات الموسم الماضي اللقاءين، ده اتفرج على مجموعه اللقاءات الاخيره اللي جمعت ما بين النادي الاهلي وفريق صن داونز كده في ملخص اتعمل له طبعا من ياسين المكاري محلل الاداء النادي الاهلي، واتكلم على هذا الامر وشاف طريقه لعب ايضا فريق ماميلودي صن داونز. لكن خليني اكد لك على امر ان هو يعني في شقين يا محمد اشتغل عليهم مستر مارسيل كولر، حاول ان هو يتفرج على المباريات اللي لعبها فريق صن داونز مع الاهلي هنا في القاهرة، يعني هو أجل إن هو يتفرج طبعا على بعض المباريات لفريق صن داونز مع النادي الأهلي اللي اتلعبت في بريتوريا أو في جنوب أفريقيا، وركز إن هو يتفرج على المباريات اللي أقيمت هنا في القاهرة، علشان طبعا فكر وأسلوب وطريقة فريق ماميلودي صن داونز ورولاني مكوينا المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز. ايضا اتفرج على اللقاءين اللي جمعوا ما بين فريق الهلال السوداني وماميلودي صن داونز في بريتوريا، وايضا اللقاء اللي جمع ما بين فريقين ما بين القطن الكاميروني وصن داونز كان الاقيمه في جروه في القطن، واتفرج اتفرج طبعا برضه محمد بالامس على مباراه الهلال السوداني ومع القطن الكاميروني، ولكن هو مأجل اي حديث تماما في المواجهات عن القطن او الهلال ونحى هذا الامر، لكن تركيزه كله على فريق صن داونز طريقه لعبه. اتفرج ايضا على بعض المباريات فريق صن داونز في الدوري من اجل الوقوف على نقاط القوه والضعف طبعا، وقال يعني مستر مارسيل كولر شاف ان متوسط اعمار اللاعبين والسرعات اللي موجوده عند فريق صن داونز والتعامل، وقال ان هو فريق بيفكر دايما ان هو بيكسب او يفكر ان هو بيجي يفتح ملعب، ودي من الامور اللي النادي الاهلي بيحب الفرقه اللي تيجي تفتح ملعب قدام النادي الاهلي، ودي من النقاط المهمه. لكن مستر مارسيل كولر فرض اكتر من سيناريو، حاطط سيناريوهات لهذه المباراه. تعرف طبعا النادي الاهلي النهارده محمد بيستعيد علي معلول، بيستعيد محمد دهاني، حمدي فتحي اللي كان فضل الجهاز الفني ان هم يريحهم في المباراه الاخيره. طبعا حاله التركيز اللي انا شايفها عند اللاعبين يا محمد، ودي كانت من النقاط المهمه جدا اللي مستر مارسيل كولر ركز فيها في كلامه في المؤتمر الصحفي بالامس على التركيز اللي مطلوب من اللاعبين، ده اللي لامسينه من اللاعبين، الاحاديث الجانبيه والجلسات اللي بنشوفها من اللاعبين وكباتن النادي الاهلي ودور الكابتن محمد الشناوي في حديثه مع اللاعبين وجلساته مع اللاعبين. مستر مارسيل كولر وحديثه مع افراد الجهاز الفني، الدور النفسي اللي بيلعبه الكابتن سامي قمصان
الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين في هذه الامر. الجميع بياكد يا محمد ان هذه المواجهه هي واحده من اهم واصعب مواجهات النادي الاهلي هذا الموسم. اخر حاجه فاروق بسرعه، انتوا هتتحركوا اعتقد بعد ساعه او ساعه ونص، الامور كلها في الاوتيل تمام، باقي المحاضره ثم التحرك، والمسافه قريبه جدا ما بين الاوتيل فندق الاقامه مع الملعب السلام. بالفعل يا محمد، يعني تقدر تقول المحاضرة الفنية المستر مارسيل كولر هتكون في تمام الساعة 6:30، عقب انتهاء المحاضرة هيكون التحرك إلى ملعب الأهلي والسلام اللي بيبعد طبعا تقدر تقول من 20 لـ25 دقيقة. إن شاء الله يوم يكون سعيد لكل جماهير النادي الأهلي النهاردة، لعيبة النادي الأهلي قادرين على تحقيق الانتصار والثلاث نقاط في هذه المباراة بإذن الله يا محمد. بإذن الله اليوم من أوله حلو وفي ختامه إن شاء الله هيبقى حلو ويختتم بانتصار وثلاث نقاط إن شاء الله على حساب صن داونز. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح موفد قناة النادي الأهلي من مقر إقامة الأهلي في إحدى الفنادق القريبة من ملعب السلام. نخرج إلى فاصل، بعد الفاصل نواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الأخير من برنامج الترند، وقتنا بيجري معاكم بسرعة، نروح لباقي ترند الأهلي. يلا كورة، واتكلموا على التشكيل المتوقع لمباراة صن داونز الليلة. بيقولوا في مفضلة ما بين عطية ومحمد مجدي قفشة، وهذا هو التشكيل المتوقع: الشناوي، محمد هاني، محمود متولي، عبد المنعم، علي معلول، حمدي فتحي، أليو ديانج، والمفضلة ما بين مروان عطية أو محمد مجدي قفشة. وفي الهجوم حسين الشحات، أحمد عبد القادر، وبيرسي تاو. يبدو أن كهربا ممكن عنده إجهاد عضلي فمش هيبقى في التشكيلة الأساسية. كورة بلس بيقولوا كهربا في الأمام، دي معلومة عكس معلومة يلا كورة. إليك تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فريق صن داونز: حراسة المرمى الشناوي، الدفاع معلول، منعم، متولي، هاني، الوسط ديانج، فتحي، قفشة أو قندوسي، في الهجوم عبد القادر، الشحات، كهربا. ده التشكيل المتوقع بالنسبة لكورة بلس عكس تشكيل يلا كورة. طيب نروح للوطن سبورت، وعاملين إحصائية رقمية عن تاريخ المواجهات ما بين الأهلي وصن داونز، وطبعا التفوق للأهلي تفوق أحمر. لعبوا مع بعض 12 مباراة، الأهلي فاز في 5، اتعادلوا في 4، صن داونز فاز في 3. بالمناسبة قبل دوري أبطال إفريقيا العام الماضي كان صن داونز فاز مباراة واحدة، اللي هي المباراة الشهيرة اللي اتلعبت في بريتوريا من حوالي 2-3، لكن طبعا الفوز ذهابا وإيابا في دور المجموعات العام الماضي رفع رصيد صن داونز لثلاث انتصارات، لكن الأهلي دايما متفوق بخمس انتصارات. الأهلي أحرز في صن داونز 15 هدف، وصن داونز أحرز في الأهلي 12 هدف. طيب كورة 11 بيتكلموا على ان الشناوي وأليو ديانج يرجحان كفة الأهلي التسويقية مقارنة بالقيمة السوقية للاعبي صن داونز قبل قمة المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا الليلة. القيمة التسويقية للاعبة النادي الأهلي 29.5 مليون يورو، القيمة التسويقية لفريق صن داونز 27.3 مليون يورو. وطبعا قدامنا دول اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية: ديانج 4 مليون يورو، الشناوي 2.5 مليون يورو، شالوليلي المهاجم النبيبي 2 مليون و300 ألف يورو، واللاعب LMD 2 مليون يورو. على فكرة صن داونز في انتقالات الصيف اللي فات يعتبر أكتر نادي في إفريقيا عمل انتقالات ودفع فلوس في انتقالات اللعيبة في الفترة اللي فاتت. طيب نروح للترند المحلي، وفي تصريح لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بيقول قررنا ما ندخلش في تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 لأن عينينا على تنظيم بطولات أكبر من كده بكتير. أنا هختلف شوية مع دكتور أشرف في هذا التصريح، لأن أمم إفريقيا 2025 كلنا عارفين المنافسة فيها مع الملف المغربي والأمور محسومة في الاتحاد الإفريقي، وكده كده احنا نظمنا 2019 يا دكتور أشرف، فمش من منطقي اللي احنا ندخل في 2025، وكل عارف 2025 مين الملف الأبرز للتنظيم، ودايما بيكون فيه تنسيق. أتمنى يكون فيه اهتمام أكتر بملف كأس العالم، لو مصر هتنظم مع السعودية واليونان يكون فيه اهتمام ان تكون فيه عدد مباريات أكتر لبطولة كأس العالم في مصر في 2030. طيب السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم للنتيجة وممكن مين يسجل الأهداف في لقاء اليوم ما بين الأهلي وصن داونز. أستاذ محمد فؤاد بيقول أنا متوقع الأهلي يكسب 3 أو 4، لأن الفرقة بتلعب كورة وهيكون الملعب مفتوح، عبد القادر وحسين وكهربا. يعني هو بيتوقع النهاردة 3، واللي هيسجل عبد القادر وحسين وكهربا. طيب أستاذ محمد خليفة بيقول إن شاء الله 0-3 للأهلي، شريف والشحات وعبد المنعم، ده تاني توقع بنتيجة 3-0 يا مسهل. أبو زياد بيقول إن شاء الله 3-1 للأهلي، كهربا، معلول، عبد القادر. مش عارف التوقعات النهاردة كلها رايحة في الثلاثات، يا مسهل يا رب. أستاذ هشام
بيقول ان شاء الله الفوز للاهلي 2-0 كهربا والشحات. طب الناس كلها متفقه على ان كهربا هيكون ليه دور في الاهداف اللي هيتم احرازها. استاذ رمضان حمدي بيقول ان شاء الله فوز الاهلي 0-2 والاهداف بتوقيع شريف وقفشه. ناخد راي كمان معانا استاذ احمد حافظ بيقول ان شاء الله تبارك وتعالى نفرح ونبارك بالفوز اليوم، الاهداف كهربا وشادي حسين. شادي طبعا مش موجود في القايمه. اخر تعليق معايا استاذ حماده مصطفى بيقول فوز الاهلي 3-0. والله يا جماعه جرعه التفاؤل دي تدينا كده يعني حماس كبير قبل ميعاد المباراه، يعني خلاص باقي حوالي 3 ساعات و10 دقائق. نتمنى يا رب التوفيق للاهلي، لكن الكل بيتوقع ان يكون في نتيجه وسكور النهارده للاهلي. يا رب باذن الله الاهلي يكسب، بس الاهم من السكور او النتيجه ياخد الثلاث نقاط. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.